FM. الكلمة ليك توا باش نحكيو على موضوع مهم جدا. بون، مهرجان قرطاج الدولي في دورته ال 54، مهرجان غني عن التعريف طلع على ركحه اكبر الاسماء في العالم، في كل دوره يحاول انه يلبي جميع الاذواق الموسيقيه ويهزنا في كل مره في رحله لبلاد والا حضاره. دورته 53 عرفت تذبذب وعدم استقرار في البدايه بسبب استقاله مديرته امال موسى بعد حوالي 3 اشهر من تسلم مهامها، باش يتسلم بعدها مختار الرساعد وليب تسيير المهرجان بميزانية تقدرت بزوز مليون دينار. عشنا أجواء سهريات رائعة برشا وجميلة، تقريبا 50% منهم كانت عروض وأسماء تونسية. واليوم انعقدت اليوم نهار 4 جويلية 2018 انعقدت ندوة صحفية للإعلان عن برمجة الدورة ال 54 للمهرجان قرطاج الدولي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع زميلنا عبد الجليل السمراني. مرحبا سي عبد الجليل. اهلا وسهلا سباء، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي كبتان. يعطيك الصحة يا سيدي. ما زالت الكونفرنس متواصلة وإلا وفات؟ لا توك قاعدين يترشفون القهوة وما إلى ذلك. كملنا الكونفرنس. تخي بيان. دونك دونك شنية أهم ديريكت قبل ما نسألوا على البرمجة كاملة، نحبوا نعرفوا شنية أهم الأسماء اللي باش نلقوهم حاضرين السنة على ركح قرطاج. باش نلقاو كاظم الساهر، باش نلقاو جمال دبوز، باش نلقاو أمينة فاخر عودة الروح، دونك أيضا مفاجأة هل المالكي، مارسيل خليفة يعود وعنده 35 سنة على كتف ناشي. كله قاعد هو مارسيل خليفة تخلي كرتاج أكثر مني أنا نبدأ فيه من 2008. دونك طمع هيبة توجي وسامر رحباني، يعني من مفاجآت سارة أسماء كبيرة. أوي طمع كينجي جيراك. دونك ثم أسماء زايدة في يوصل محنوش تعود، ربما هي اللي أثارت ربما نوع من اللغط كيف تعود يعني بين الدورة والدورة. ما هو جديدها اللي في مهرجان قرطاج عادي الأشياء هذه بس الهيدي عادي. ثم مجد الرومي تعود إلى قرطاج، اللي هي نعرف أنه مجد الرومي سفير في نوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة وهي نيتها حسنة برشا، يعني جات في حفل خاص خذت 325,000 دينار. دونك ثم الحاجة الجيدة السنة ثم انتاجات خاصة بالمهرجان، ثم 4 انتاجات خاصة عرض الافتتاح مع فرقة من قرطاج، يعني نيتا محمد أسود مدير الفرقة القومية للموسيقى من قرطاج إلى إشبيلية، باش يكون في خليط من أهم الأسماء الموجودة اللي تغني المالوف، أهم الأسماء الموجودة في المغرب العربي، وأيضا ثم من إشبيلية شكون يغني المالوف مفاجأة. وثم أيضا عروض متنوعة تبارك الله سنة. هي برمجة، خليني أنا نقول لك حاجة بيسم في سقوطها وبالانحدار المتواتر للدينار التونسي. أعتقد أنه تجم تكون البرمجة هذه يعني تتسمى حاجة إكستراوردينار، لأنك اللي كان يطلب عليك في 100,000 دولار وتعطي أنت تقريبا في 120,000 دينار تونسي هو مثيل تشطبك في 100,000 دولار، أنت مش تبقى روحك تعطي فيه في 300,000 دينار تونسية. طبعا ولا الفيجي سنة. دونك سؤال يطرح نفسه على الميزانية، معناتها قديش الميزانية متاع سنة؟ ولا الميزانية متاع سنة حددت في 5.5 مليون دينار. ضعفت بارابور عام ناول. كيفاش تضعفت؟ لا خنقول لك، هي انا سمعت الديباج نتاعك حبيت بعد على تعليق. 2 مليون دينار هي المنحه اللي تعطيها وزاره الثقافه. لم تتغير، تقعد لسبونسور. لسبونسور السنه ثم اجتهاد كبير وجابوا يعني مبلغ كبير نتاع سبونسور. فوالا ثم شويه من البيدجي نتاع مناول انت رد بالك كل عام، يعني في خنقولوا دورة عمناول اللي قبلها المداخيل ما بين 1.5 مليار و1.7 مليار دينار. سبونسور تجيبش انت 1.5 مليار و2 مليار سبونسور مع منحة وزارة، تكون الميزانية في حدود 5 مليون دينار. وعنا استيماسيون ان سنة ندخلوا يعني 2 مليون دينار 2 مليارات مداخيل، يعني قياسا بالأسماء الكبيرة، سيرتو كي تلقى أمينة فاخر اللي أنا نقولها هذه على عهدتي
هي الفنانة نمبر وان في تونس اللي تدخل جماهيرين اللي تدخل فلوس اللي تدخل تبليك طبعا وخاصة عندها توا سجل مسجلة غياب أكثر من 10 سنوات يجي بعد صابر داخل كليكا أنا على عهدة ما يخلص الفرق وما يخلص تكاليف تلك الليلة أبارس ياخذه عبد الجليل قديش بالمية عروض تونسية باش نشوفوها سنة شوف عنا شوف رو عنا تقريبا عن المسرح الأثري بكارتاج وعنا مدار كارتاج في المسرح الأثري عنا 24 عرض فيهم 8 عروض تونسية في مدار كارتاج كل العروض التونسية وكانت حاجة ممتازة جدا أنه وقعت نوع من التوأم والإنتاج المشترك مع مراكز الفنون الربحية والدرامية سيتو التي بعثت يعني حديثا كما هو الحال لمركز الفنون الربحية والدرامية بالكاسترين ونظيره بولاية مدنين دونك هل فما أي تفضل سامحني وأيضا ثم الإنتاجات تاع الشركات الخاصة باش تكون في المدار أكثر العروض بعد ممسرحة يعني مسرحي وإلا كوميدي موزيكال في المسرح الأثري 24 عرض مراوحة ما بين يعني الغناء ما بين أيضا المسرح كبيرة كوميدية كبيرة أيضا الأوبرا متنساش السناء أنه أيضا رو عنا حاجة في العروض مش كل العروض نجم نشروها ثم ما تسمى بعروض التبادل الثقافي اللي سناء مع دولة الصين الشقيقة والصديقة جدا باش يكون يعني البالي متاع الصين باش يكون موجود دونك العرض البرمجة متوازنة مع أثارات عبد الجليل شنية الخطة اللي موجودة هل تم تصريح على خطة معينة لدعم اللامركزية في العروض السنة في دورة 54 شوف ما تنجمش كارتاج عنده خصوصية والحمامات عندهم خصوصية في وقت من الأوقات هم زوج تابعين الوزارة تصرف عليهم مباشرة أوازت الوزارة للوكالة الجديدة وكالة تنمية المهرجانات أشرف على هذه المهرجانات زوج هذوما بل بالعكس عندها 6 إلى 7 مهرجانات أخرى بالنسبة كتقول أنت لا مركزية كارتاج وحده مركزي ولا مركزي في الآن نفسه وقع اعتماد زيكرون جيون في الداخل في وقت من الأوقات باش يجيبوا يعني سوى ديزان ومتعمناه الوقت اللي جات نانسي عزرم في الآن نفسه تعدى في ولاية سيليانا وتعدى في ولاية القصرين هذا اللي نحبه نعرفوه معناتها اسكو فما ذاك لن يأتي أكلها لأنه المهرجانات بتلك الجهة في الليلة هذيك تموت يعني الببليك تلها في الإكران جيون وما يمشيش يدعم المهرجانات نتاعو لقيناها ما هيش ذات جدوى وقعد تخلي عليها دونك بالعكس انت لا مركزيه كان نقول لك انه وقع احداث برشا مهرجانات دوليه سنة وقع بعض 4 أو 5 مهرجان مكسر الدولي مهرجان سيليانا الدولي عوده مهرجان البرج نتاع كفصه الى سالف اشعاعه سويفين من لي بيجي نتاعهم تنجم اسماء من الحجم الكبير اللي كانت تجي على كارتاج نجم نشوفوها في مكسر ولا في كفصه ولا في سيليانا اما كارتاج كمهرجان ثقافي عنده خصوصية لا تشبه الحمامات ولا تشبه أي مهرجان آخر دونك قبل ما نختم معك عبد الجليل يعني تعطينا حسب رأيك الشخصي ونظرتك للموضوع بحبكم خبرتك زيدة في المجال الثقافي وفي الصحافة الثقافية زيدة شنية الأسماء اللي ما نالتش أعجابك أو اهتمامك أو أنك أنت تراها أنها باش تقوم بعروض غير ناجحة وإلا ما توصلش المستوى محترم على باش تغطي جميع التكاليف وتعبي كارتاج هو لو ما نطلعوش رابحين في الخدمة في كارتاج بقى النجاح عنده مقومات باش تقول هذا عرض ناجح أو عرض فاشل أحيانا يكون عرض سيرسان ناجح لكن جماهيرين فاشل والعكس وبالعكس نجم يكون جماهيرين ناجح وسيرسان يكون فاشل مع التنظيم مع الأشياء هذيك أنها من العروض اللي ممكن يقع فيها نوع من الجفاف على مستوى الحضور الجماهيري في آخر كارتاج لا نحكيو على الأسماء اللي موجودة في كارتاج ومازال مش وقتها إيش نقول لك رو احنا نحترموا الأذواق الكل مادام أي فنان تسمى فنان نحترموهم إنما شنية الأسماء اللي موجودة وموش وقتها مازال عليها بكري لا ما زوز أسماء أثارت لغت يسر المحنوش يعني وانت عمناه وتعديت حفل الاختتام كان عرض من مش عارفش لا لونة ولا طعمة ولا رائحة لا هو رجعت أثناء فهمتني صحيح هي صوتها قوي برشا وعرض وحساس وكل شيء
لكن يعني هل هم البرامج التلفزية اللي تعمل هذه النجوم باش تحافظ على النجومية؟ يسر السنة فست كارتاج لتريز أوت يعني باقتطاع التذاكر إذا كان الاختتام والافتتاح أكثر بالإنفيتاسيون سويك باش نشوفوا الحجم الجماهيري الحقيقي باقتطاع التذاكر. هل الماكي قال لك هل تستحق الصعود على روك كارتاج ناهيك وأنه ما عندها حتى يزيد عودتها في بعض برامج يشفع لها الصعود على روك مهرجان كارتاج؟ الفضل الجزيري لا يزال إلى هذه اللحظة يلوك ويعوك الحضرة وكأنه قعدنا غديك وإحنا نعرف ثم الحضرة استنسخت منها برسة كما المدحة كما الزيارة فمني دونك ما ما ماذا في حضرتي هي الجديدة أيضا مارسيل خليفة ماذا سيقدم؟ نعرف الأغنية حفظناها أكثر منه أنا ديجا قلت لهم أحنا بش نغني ومارسيل خليفة بش يسمعنا اوكي هذا عاد دليل على نجاحه اذا كان احنا نغنيه وهو يسمع. لا لا ما نسمع ما نسمع الزد هذا ما راهو ضرب اثنين قلت لك كارتاج اكثر مني انا ثم ايضا نقطه استفهام ماهوش لغط نقطه استفهام حول نجوم من فلسطين اما المرقص معروفه شويه لكن امير خالد دندن ماذا سيقدم العرض ما عندناش عليه فكره. حمزين صحيح هو غنى قبل جاء كارتاج في حفل ثنائي يعني تحت الرداء الروتاني وكنت أتذكر الروتاني تجيب لنا بين ضفرين الببوش بمبس نتاعه وتايشون على كارتاج ويعودون فرحين مسرورين. شنو عنده من حمزين ندري شنو عنده؟ هل مازال اللي حافظ على بريق النجومية اللي كانت له من سوبر ستار أم ماذا؟ لا أعتقد. ثم أيضا تساءل آخر حول كرنفال لحسن الدوس لأنه أداؤه لجينيريك قطوس ترميد يعني ألين باش يخليه يغني على كارتاج؟ هذه أسئلة يعني باش تكون هي اللي طرحت تقريبا. ربما السؤال الأهم واللي لفت الانتباه ما هو جديد أمينة؟ يعني غيابها لعشر سنوات وحب الجمهور إليها في لحظات ما ونعرف أمينة مقلة في الإنتاج وتعمل ريبريز أكثر، هل أنه هذه العودة لأنها اسمها أمينة ما هو جديدة؟ أما أعلمه أنه عندها مشاريع متاع ست أغاني يعني جديدة ما شفنا همش ما سمعنا همش ما خرجوش باش تعود تحيا أمينة. دونك أمينة أنزلها يعني زوز عروض في كارتاج، عرض منتج من قبل إدارة المهرجان وعرض عالجيسي، وهذه عالجيسي يعني إذا كان أنت عندك ثقة في جمهورك وفي ثقة في فنك وفي شعبيتك إذا نخدم على شيء. هذه ديما أنا قلتها ربما من اللي حطيت ثقي في كارتاج لأنه تعرف أنه الفنان التونسي شكاء بكاء فمني يقول لك لا باسم الجنسية يزمك تعطيني مهرجان كارتاج وثم شكون وصل يعني خذا أكثر من 60,000 دينار وقصوله ستة من الناس أنا تو مستغرب عليش قاسين ليه ستة ذوكم فمني دونك أعطي حجمك قدام جمهورك إذا أخذ معي على شيء. أمينة قبلت التحدي وأنا متأكد وأنا نعرف أنه أمينة تعبي كارتاج أما نحبه أمينة الفنانة الجديدة بهبلتها الجميلة بحضورها وأمينة يعني عالم في رأسه نار. يعطيك الصحة عبد الجليل، شكرا لك على كافة المعلومات اللي قدمتها لنا. الكلمة ليك